مبادرة حصاتنا منا وفينا. مبادرة أطلقها سعادة العميد سعيد بالحاس الشامسي المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب بوظبي، وتم وضع خطة تشغيلية بالتعاون مع قسم الاستراتيجية والمستقبل. بداية تطبيق مبادرة حصاتنا منا وفينا، تم تأهيل الموظفين المشاركين في المبادرة بالتعاون مع شركة طموح للرعاية الصحية، وتم تدريبهم وتأهيلهم لأخذ مسحة البي سي آر للموظفين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أبوظبي. تم تخصيص قاعة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أبوظبي ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة، بداية من دخول الموظف للقاعة وتسجيل بياناته وانتقاله إلى القاعة الأخرى لأخذ مسحة البي سي آر، وخروجه من القاعة بإجراءات سلسة وسريعة جدا. احنا سعداء جدا مشاركتنا في خط الدفاع الأول لجائحة كوفيد 19.